يا هي قم شب العتم بالفتايل والصبح خله من ليالي سهرها وخلى الفشك زاد الربع قلايل والماء إلى وردة وموارد خطرها فوق 40 وما لهم من مثايل إلا الكواكب أو غوالي دررها وحول 40 وما حسبنا الصمايل والقوم يحسب كثرها من ظفرها تحزموا بالله على كل عايل ركبوا وحطوا الجدي في من ظهرها وشقوا الريادي والليالي حبايل للموت والعدوان زايد حذرها كريم يا برق السيوف الصقايل في العارض مزونك تحدر مطرها. وماشي من الايام حصل حرمة يمكننا كبيرة مع 3 أطفال قاعدين في عائلة من الأسواق طالع فيها ولا كل شيء يدل على إنها فقيرة وإنها ما قعدت بالعائلة هذا السوق إلا ترزق الله. هو رد يده الجيب وطلع الميسور هذا ما يمشي العملة الموجودة هكذا معه ما طلع شيء وحطه بيد الحرمة. الحرمة ما تشوف يا هي أم يا أم تغطيه لكن عندها بنت يقول هو أقدر عمر البليب 5 سنوات من الفرح البليين بالعطية اللي أعطى أمه صاد ماما يا ماما قالت إيش تبين بدي إيش تبين قالت تدري من اللي أعطاك قالت لا والله البليك ما أدري قالت إنه عبد العزيز هو عبد العزيز على طول سوت الحرمة الكبيرة هذه افتركت الجبلة ورفعت يديها وقالت اللهم افتح له خزائن الأرض اللهم افتح له خزائن الأرض اللهم افتح له خزائن الأرض. يقول وقفت وتردد الدعوة وجزم جزم إن الله لا يخيب لكن ما حسبت حساب البترول قلت يما ربيع يما خير يما النتيجة جاء البشير يبشر طلع البترول بالدمام بالبئر رقم 1 وش قال هو لما جوا الخبر قال الحمد لله قبلت دعوة أم الأطفال. من المواقف الإنسانية المؤثرة كان عبد العزيز ما ذكره المحرم الشافعي المكفر رحمه الله في أحد خطبه رويت عن والده بشأن ما كان يقوم به ليلا بنفسه دون علم الآخرين لسان الضعفاء والفقراء خاصة في 10 الأواخر من رمضان في كل عام ومن بين امرأة عجوز نسرتني يعرفها يقول أبيت أعطيتها مبلغ من المال فامسكت بي والدنيا ظلام وقالت من أنت لم أقول شيئا لأني لا أريد أن تعرفني قالت أنت عبد العزيز قلت نعم أنا عبد العزيز فاستقبل القبلة وفتحت جيبها وقالت قل آمين إن الله يفتح لك خزائن الأرض وبعد أن ظهر الزيت عندنا عرفت أن هذه هي خزائن الأرض.